الباب الثاني أول القرآن، ترتيب القرآن عندنا الآن الفاتحة ثم سورة البقرة آل عمران النساء وعلى هذا تمشي تمام. أول نداء في القرآن في هذه الآية يا أيها الناس، إذا أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول فعل أمر في ترتيب القرآن أعبدوا يعني وحدوا، أمر بالتوحيد. وأول نهي في القرآن في هذه الآية فلا تجعل الله أندادا، نهي عن الشرك. الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم منه، وثنى بالكافرين، وثلث بالمنافقين، وأطال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل النفاق. لماذا؟ لأنه يلتبس أمرهم على كثير من الناس. صحيح يحسب تظن أن فيه إيمان، نعم تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، يظهر الإيمان يبطل الكفر. ثم الله سبحانه وتعالى جمع الجميع بقوله يا أيها الناس، من الناس؟ مؤمن كافر منافق. أول نداء نداء للتوحيد، اعبدوا أي وحدوا. لماذا نعبد الله سبحانه؟ قال اعبدوا ربكم، منفرد بالربوبية لا بد أن يفرد بالعبادة، الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بالنعم وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، والذين من قبلكم يعني خلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله. ثم سرد الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد الربوبية واستدل بهذا على الألوهية، ثم ختم الآية بأول نهي فلا تجعل الله أندادا، شبهاء نظراه مثلا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ما؟ تعلمون أن الله هو المنفرد سبحانه وتعالى بالربوبية، فكيف يعبد غير الله؟ الند أخفى من دبيب النملة، والشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء. تقول والله وحياتك والنبي وحياتي وروحي وأمانة صحيح، وفي رقبتي والصغار يعلمهم هكذا، المهم صح أين؟ وبعض الناس تحلف له أو يقول أحلف لك بمن؟ كيف أحلف لك بمن يا رجل؟ إيش اللي عندكم قلنا هذه الكلمة؟ ماذا يقولوا كلمة عندكم حالف غير الله قلنا عليها عندكم النبي؟ لا لا سيطة. نعم رأس الأب، لا غير رأس الأب. نعم ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذا من أين يقرأ؟ من حفظك لعلك واحد، هذا من الفقه، لأنه يقول باب ما جاء في من لم يقنع الحلف بالله ولا يقتنع بالحلف بالله، هذا عند القاضي البين على المدعي، واليمين على من أنكر. صح نعم، هذا لعله ليس من كتاب التوحيد، خطأ منه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لماذا؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ الآن هذا الحالف أكد ما حلف عليه بماذا؟ بمعظم عندك وتعظيم الله توحيد، فإذا الآن أكد الكلام بمعظم إيش تسمع؟ تصدق، لأنك تعظم الله سبحانه وتعالى. في من لم يقنع بالحلف بالله، إذا لابد تقتنع إذا حلف لك بالله، مفهوم؟ نعم. لكن عندنا حالات ما يمكن أن نصدق في الحال حتى لو حلف بالله، أن نعلم يقينا كذبه، أدعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحلف بالله أنه صادق، قل والله كاذب، نحن نعلم على كذبه صح؟ نعم. طيب أو ترجح الكذب، إذا ترجح كذبه أيضا نكذبه، إذا تساوى الأمران نصدقه، ترجح صدقه نصدقه، يقينا صادق يصدق. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت، الواو تقتضي المساواة وثم تقتضي الترتيب مع التراخي. سؤال، ما ينبغي
أن يقول من قيل له ما شاء الله وشاء. إيش يقول؟ أي إنسان قال له آخر ما شاء الله وشاء، إيش يرد عليه؟ يرفع الأسماء. نعم أخي. الله أكبر، هذا التوحيد. أجعلك لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ما يقول قل ما شاء الله ثم شئ. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، حمى التوحيد. كان الأصل يقول له إيش؟ قل ما شاء الله ثم لا، أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. قال أجعلك لله ندا؟ اسمعوا اسمعوا الآن، ما شاء الله شرك، شرك أكبر وأصغر؟ أصغر. تمام، أجعلك لله ندا ها أكبر. اسمع من يسأل يقول الشرك الأصغر يؤدي إلى الأكبر. نعم أو لا؟ هذا دليل أن الشرك الأصغر يؤدي إلى الأكبر. هو قال ما شاء الله وشرك، شرك أصغر. احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأكبر، قال جعلت الله ندا، ما جعل ندا الآن، هو في الأصغر الآن. لا، لأن التدرج في الأصغر يؤدي إلى الأكبر، فإغلاق الأصغر من باب أولى حتى لا نصل إلى الأكبر. إذا ينبغي على كل من قيل له ما شاء الله وشئت أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لا، هذا أدنى مرتبة. أعلى مرتبة يقول أجعلك لله ندا. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نهاية الأصول الثلاثة، قال من عبد وهو طاغوت. لو جاءك إنسان وقال ما شاء الله شئت، قلت الله يبارك فيك، أنت طاغوت لا شك فيك. لو إنسان سجد لك انحنى لك، إيش تقول؟ ترفع هكذا فوق، مفهوم؟ اي نعم. تقول انما يقوم الناس لرب العالمين. دخل احد السلاطين الى مسجد من المساجد، ويوجد رجل جالسا في المسجد، فقام الكل الا هذا الرجل، فجاء العسكر واقاموه. قال قم. قال انما يقوم الناس لرب العالمين. عندنا السجود الركوع ما يمكن يكون إلا لله. فإذا انحنى لك إنسان، إذا لم تنكر ترى أنت طاغوت، صح أو لا؟ ها؟ صح؟ صحيح. طيب يقول عندنا تحية في رياضة الكونفو ولا الجودو ولا، صح؟ صح أو لا؟ تحية تقدم تحية الكونفو على التوحيد، خلاص طاغوت انتهى. لا، وش نصنع لك؟ كيف يا اخواننا ترضى بهذا الركوع والسجود والانحناء؟ نعم، في بعض الدول، في بعض الدول كل ما يكون اللي امامك اكبر منك سنا تنحني اكثر، فهمت؟ التحيه. لا، الصحابه رضوان الله عليهم احبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له. لماذا؟ أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا اللي أمامك أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يمكن. إذا كيف تصنع له هذا الانحناء بالركوع والسجود؟ نعم.